أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة وصلاة التوبة وغيرها من الصلوات المستحبة، وهل يجوز أن يصليها في وقت النهي؟ نعم، إذا اعتبرناها من ذوات الأسباب تصلى عند سببها في أي وقت، مثل تحية المسجد، مثل ركعتي الطواف، مثل صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، ذوات الأسباب تفعل عند حدوث أسبابها بدون نظر إلى الوقت. نعم.